بيسعدنا وبيشرفنا ان يكون معانا احد العارضين النهارده في معرض الصالون السنوي لجامعه الثغر في اسكندريه، الفنان محمد كرسون. النهارده احنا بنقول لك يعني الف مبروك. الله يخليك يا فندم استاذ احمد، احنا تشرفنا بيكم النهارده وتشرفنا بالمعرض، وبشكر الفنان القدير الدكتور خالد هنو ان هو اتاح لنا الفرصه ان احنا نعرض في المكان الجميل اتيليه القاهره، تراث للفن طبعا، ودايما عامر بالفنانين وشغل في منتهى الجوده وشغل في منتهى الجمال. قول يا محمد، انت النهارده دي المشاركه الاولى معاهم؟ دي المشاركه الاولى ليا مع مجموعه الثغر الفنيه، ولكن تاني مره اشارك في اتيليه القاهره. طب انا عرفت ان مجموعه الثغر انها فيها فنانين من اسكندريه ومن القاهره وبتلم محافظات، انت حضرتك طبعا احنا يعني مجاورين لاسكندريه من مدينه دسوق، محافظه كفر الشيخ، بلد العارف بالله سيد ابراهيم الدسوقي، وبلد للتراث والفن الاسلامي والحرف الشعبيه والفنون الشعبيه، ودي لها طبعا مردود بالنسبه لي بتاثر في الاعمال بتاعتي ومتاثر بيها دايما، ويشرفني ان احنا نكون من مدينه دسوق، بلد العارف بالله سيد ابراهيم الدسوقي. انت عملت دعايه جدا للجمال ده، انت بتبقى متواجد معاهم في اسكندريه في لقاءاتهم في ندواتهم؟ والله يا استاذ احمد انا شرفني ان انا زرت مقر مجموعه الثغر ورحت سلمت اللوحه بتاعته، اتشرفت بالفنان القدير الفنان ابراهيم فرحات، وانسان مهذب جدا ومكان يعني حاجه في منتهى الشياكه بالنسبه للفنون. والله انا شايف اعمالك انت تستاهل كل خير ودايما بالتوفيق يا رب معك. الله يخليك يا فندم، وتشرفت بحضراتكم جدا. الشرف.